إيران جاي تتدخل، تتدخل بشؤوننا، انطلقت شرارة منا الإيران إن شاء الله، إيران هم مريتها إن شاء الله، جاي تتدخل، جاي تتدخل بشؤوننا، الدول ليش تتدخل وإحنا العراق عندنا سيادة، إحنا نريد سيادة العراق، ليه جاي تتدخل الدول؟ إحنا نصنع قرارنا، هاي الشباب كلها تصنع القرار الحين، ما نريد هاي الحكومة، إحنا وطننا إحنا والأحزاب هم مريتها تتدخل ويانا. اليوم الشعب العراقي نفس الشعب الإيراني، اثنينهم يطالبون بحقوق هم المسلوبة ضد أحكام جائرة من سياسيين فاشلين ما يمثلون ناس وطنيين يقودون زمام السلطة.